رزق فلوس جمال وحب ومال. لازم نذبح الخروف، يلا نذبح الخروف. حبتين بريبادي يوم حنخلط الفلوق حيكون فلوق مرة كذا سبق. أيوة بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم علي تي جي تي في أتوقع تي. كانك تقول كذا علي تي جي تي جي التلفزيون. ترد أعصاب. مع السلامة. معليش معليش ما طول على كذا. يلا حبيبي بنروح البيت الحين. اهدى يا ولد. هلا والله، السلام عليكم. محمد عندنا الشيف محمد فنان والله. محمد فنان. جا وقت الحين الاكل محمد. تبي تحدي 60 ثانيه؟ تبى تطفرني انت وراسك ذا؟ مو باي شيء يسوونه اليوتيوبر لازم انا اسويه. كل المقاطع الترندات ما عجبك غير تحدي 60 ثانيه. حطها شفافه الواجهه، حطها شفافه. لا تتكلم الوالدة عشان الصوت ما فاضينا قاعد نسوي كت. هذا القلب تعبينا الوالدة في المونتاج، كل شوي قاعد احط بلور. قفطتك يا الوسخة، قطوة الوسخة ذي. تعالي امسك يا الوسخة امسك. شو لا تقولي احنا بخيلين، خلينك تعيشين انت وعيالك هنا. جايبت لنا 5 بزورة، تحدي 60 ثانية. يا ساتر يا ساتر اللحم ذا. يا شيخ عندنا كوره، عندنا مرمى. يا ترى وش من انا الشبه شوي بس. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم مره اخرى. سهولة المخالفه في مكان خطير في اخر الدقائق المباراة. هل سيسجل الفريق؟ مين؟ اخر كرة في اخر الدقائق. هل سيسجلها؟ سيسجلها. يا سلام جد تكسي على طول. هلا بالشباب. السلام عليكم. سلام. تعال انت سلم سلم. اوكي يا شباب، التقينا باحمد. السلام عليكم. يلا نمشي يا احمد، نروح للبيت. حيوه ايوه العيال حاره يا ابوي. حارتنا هنا شهره مو بيوتيوب. انا مو مشهور في اليوتيوب، كل الناس مشهورين هنا تمشي. هلا والله اخبارك. خلينا نروح البقاله اول شيء. مع الاسف البقاله مقفله. نروح بقاله ثانيه ندور على بقال. هذا البلوك بين جماعة. قررنا ندخل المقبرة نستكشف شوي كذا. السلام عليكم. طيب اوكي، بدينا نكتشف القبر. اتوقع ولد صغير. شوف المقبرة كيف. طبعا قبل كذا قد جاء فيضان هنا، في مقابر كثيرة يعني تحفرت وتفتحت. على سبيل المثال شوف القبر هذا كيف غارق غرقان. تحس انه تحس انه ما مستوي. شفت كيف؟ هذا من الفيضان طبعا. هذا القبر مثلا انمح خلاص، هذا قرب خلاص يروح.
لدرجة أن مرات تيجي تدفن، يعني يكون في واحد الله يرحمه توفى، تيجي أنت تحفر قبر عشان تدفن فيه تلاقي قبر تحته. شوف هذا مرف مثلاً، تلاقي حتى فيه عظام بشرية. حفرة ثانية، يا ساتر الحفرة هذه مش فيها هنا؟ ما في شيء هنا حبيب. شوف هذا كيف، هذا راح فيها من الفيضان، كيف صار مايل مايل وخلاص قرب ينزل تحت. هذا بعد نفس الشيء، كيف نزل كان كذا مستوي صار نازل زي كذا. اوه شوف هذا قبر، كيف كيف هذا القبر منفتح مفتوح، بس غريبه كيف مفتوح، يعني ما ادري كيف مفتوح كذا، يعني مو ليش مو منكسر، تحس انه كذا منكسر ولا شيء. ايش في داخله ما ادري، هريسه ليه؟ ايش هريسه؟ واحد جاء. اصبر اصبر لحظه لحظه، قلبة هريسه فاضي اتوقع. شوف ما في شيء داخل. انت بنيت تطلع لك حيه ولا شيء؟ والله ما تعرف ترى. سيدي ده واحد مخلي شريط هنا، هذا يتوقع الليركس هذه الكلمات. اي زي ما قلنا وش ثم شعر، ثم شعر هنا يا وش ذا يرمي، وش ذا الروح. اصبر اصبر وش ذا، خلينا نشوف بس وش ذا. في شعر يا تبون شعر توقع شعر سحر. وش الكلام ذا؟ ايه مكتوب بالعربي. اصبر خلنا نقرا وش مكتوب هنا. اسمع، كان معاه الشريط ذا، هذا الشريط كان معاه. امسك امسك. وش الكلام ذا؟ وش كلام غريب مر. حب وحب وحب حب مال رزق فلوس جمال وحب ومال. وش ذا؟ يا لطيف اتوقع سحر صدق ذا. معناها الرموز هذه كل ما توقعش سحر. ما اعرف انا الرموز السحرية ذي. اوف اخوان لقينا سحر، اوه لقينا سحر. يعني انا لمسته بيدي بيصير لي شيء ولا شيء؟ اصبر معانا الشريط ذا. وش السحر ذا ل 2017 جديد؟ مع لا محالة المفروض يو اس بي. يمكن صورة الشخص اللي مسوين عليه سحر في الشريط ذا. خلينا نقرا المعوذات. اوكي يا احمد الحين معانا شريط. اسمع اسمع خلنا ناخذ صورتي. والله شكله بيكون الفلوج حماس، خلنا ناخذ صورة المقطع هنا. يا ابوي امسك بس خله عندك. لا لا خلي عندك. هايف ما اخذ انا الشريط والورقة. كل شيء الشريط والورقة، اعطيني الكاميرا. طيب ليش ما نرميه يا اخي؟ او نحرقه؟ يقول لك السحر تحرقه صح؟ يا اخي والله ماني مطمن انا يا شيخ. اوه هذا هو اللي كنت اتكلم عليه بعد. عظام بشرية يا اخوان. يا ساتر يا ساتر. لازم يندفن، يقول لك اذا لقيت عظام بشريه ادفنها. اسمع يكون التاثير ماشي عليك انت. خايف انا. ترى تخوف انت. يقول لك ما تلاقي الورقه كذا فيها سحر لا تلمسها بيدك. وانا لمست الشعر بعد بيدي. خلاص بروح اغسل يدي واصلي. ما ادري ليش قاعد اضحك انا يا اخي. يا ساتر يا ساتر. اوكي طلعنا من المقبره. ايش رايك نجرب الشريط ولا كيف؟ اتوقع ما حيشتغل لانه قديم، شوف عليه تراب. مجروح مجروح. اي مجروح مره، ما اتوقع انه حيشتغل. يقرب نوصل البيت. احمد شوف روضتك ذي يا احمد. روضه احمد، يلا ادخل روضتك يا احمد. وصلنا البيت، جرب الشريط على طول. بسم الله. بعد شويه بنلعب كوره. هدف يا سلام. لا نحرقها ونرميها، ما ابغى اخليها في البيت يا ابوي. تعال نطلع برا في الشارع. قلم 37 الحكيم يونس. مين الحكيم يونس؟ نعرف عليه. ما تعرف الحكيم يونس؟ احرق يا شيخ. الحكيم يونس الله يرحمه. خلها تنحرق كلها كذا. شوف ممكن يصير شيء. ما باقي غير الشريط الحين، نروح للشريط الحين. اوكي بسم الله. نفتح
اللابتوب الحين. شيخ مغبر مره الشريط، اسوي حركات سوني 2 زمان، حط عليه عطر. جاهز يا زين؟ يلا يا ساتر. تخيل تم ينفجر اللابتوب ولا شيء. بدي شايف يمكن يصير شيء. خايف ينفجر ولا يصير لي شيء. ينفجر لا يصير لي شيء. أمه اشتغل. اصبر اصبر. هذا فاضي. شف فاضي. زيرو بايتس فري اوف، يعني مساحته صفر، يعني فاضي. هيا يشتغل الشريط. في الاخر كسرته. كان في شيء غريب، كان في بس صورة مقاطع، مو مقاطع، أغاني مثل MP3، وكانت من عام 95، يعني تاريخ تنزيل الأغاني هذه من عام 95، يعني أكبر حتى مني. أشغلها تشتغل بس ما في صوت، يعني فاضي بس، يعني مقاطع، يعني كأنك تسمع أغنية بدون صوت، بس كسرناها. توقع كذا تخلصنا من السحر. خلينا نروح نلعب كورة الحين. يلا يلا مشي يا أحمد، امشي يلا نلعب كورة، اسحب على السحر. اوكي، والحين حتبدأ المباراة بين علي واحمد. ذاك مرمى احمد كالعادة، وهذا بإذن الله حيكون مرماي انا. تدري امي تتابع الفلوقات، اخر مرة لعبنا في البيت سوت لي مشكلة. ما اكسر شيء ترى، اذا كسرت شيء بحطه في الفلوق. ودخول الفريقين لخوض المباراة. ليش يومي ترى كت في المونتاج؟ واحد صفر. صفر. هالعرضة. مستحيل دخل كوبري دي. كول. ثلاثة صفر قوية. باقي لي هدفين وفوز. ثلاثة واحد. بقي الهدف وفوز. ما دخلت كفو. لا يا سلام. خلاص يلا انا ما احسبها لك. اربعة واحد. عليك مبروك. طيب يا جماعه، هنا نكون وصلنا اخر فلوج. قلت بنزل من بكره على طول. ها شف، نزلنا من بكره. احتمال انه بكره برضو انزل، او من بعد بكره. بعد بكره ايش؟ خلينا نشوف. 25000 لايك، جبنا 25000 لايك بننزل مقطع الاقتحام. قولي لهم 25000 لايك وننزل مقطع الاقتحام. تمام، 25000 لايك. شكرا على المشاهده، في امان الله. السلام.